الأردن وجهة السياحة العلاجية الأولى في الإقليم. هذا هو الأردن، ينبض دوما بالحياة، غني بالجمال وسحر الطبيعة، يمنح الزائر الأمان ودفء المكان. فمع إشراقة كل صباح يبزغ الأمل ويكبر الطموح نحو مستقبل مشرق، ليزهو الأردن ويعلو البناء بسواعد أبنائه المفعمين بأمل النمو والإنجاز، مستلهمين المجد والعزة من الأجداد. مسلمين ومسيحيين نبقى متحابين، نمضي يدا بيد، نصنع الحلم ونرقى إلى أعلى المراتب والأمجاد. نفتح القلوب قبل الأبواب، نستقبل الضيوف والأحباب، وابتسامتنا تسبق إكرامنا للزوار، ورائحة الهيل تفوح على مائدة الطعام، ودلال القهوة ساخنة على الدوام. يرى الزائر للأردن المتعة والجمال وعناق الماضي بالحاضر في صورة تفوق الخيال، ليجد الراحة والاسترخاء في البحر الميت وحمامات معين، ويحظى بالهدوء والسكينة في وادي رم، فيشده الحنين إلى قلب عمان النابض بعراقة الزمان وروعة المكان. وقد حب الله الأردن الأمن والأمان والاستقرار، فيسوده جو صحي متناغم يجتذب طالبي العلاج والاستشفاء من شرق العالم وغربه، لينعموا بالرعاية الصحية والإنسانية، حيث الشعور بالراحة النفسية وحسن الاستقبال وسهولة دخول المملكة. يتمتع الأردن بسمعة طيبة ومتميزة على صعيد الإنجازات الطبية، والتي بدأت تظهر للعيان منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث كان أطباء الأردن سباقين على مستوى الإقليم في إجراء عمليات القلب المفتوح وزراعة الكلى وزراعة القلب والكبد. ومن ثم توالت الإنجازات والنجاحات، متوجة بولادة أول طفل أنابيب في الوطن العربي، بالإضافة إلى علاج الأورام وجراحة الدماغ والأعصاب والعيون والعمليات التجميلية والجراحات بأنواعها وجراحة الفكين والأسنان وعلاج الأمراض النفسية والإدمان. يستقبل الأردن ما يزيد عن 300,000 مريض سنوياً، يأتونه من الدول العربية والأجنبية، وللاستثمار في المستشفيات الخاصة قصة نجاح فريدة من نوعها، فقد أصبح عددها يزيد عن 60% من إجمالي مستشفيات المملكة، كما أنها صممت وفق أعلى المواصفات العالمية وزودت بأحدث التكنولوجيا الطبية، مما مكن الأطباء من سرعة التشخيص والعلاج بدقة متناهية وبراعة قل نظيرها. كما تميزت مستشفيات الأردن بتطبيق معايير الجودة العالمية، فحصلت مستشفياته على الاعتمادية الدولية JCI وعلى اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC وغيرها من شهادات التميز في الأداء. وهاجسنا الأول سلامة مرضانا من الأردنيين ومن ضيوف الأردن. لقد تميز أطباء الأردن عن غيرهم في تعليمهم داخل البلاد وخارجها في مختلف دول العالم، وبأعداد تتفوق على معظم الدول. يحظى القطاع الطبي في الأردن باهتمام خاص ودعم مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، كما يحظى بتوجيهاته السامية بدعم السياحة العلاجية وتذليل العقبات أمامها. ويفتخر جلالته في لقاءاته مع وسائل الإعلام العالمية بنجاحات الأردن وإنجازاته في هذا المجال الحيوي. When you look at medical tourism, we're number 5 in the world. It comes down back to the Jordanian talent. And because it's homegrown as opposed to imported, I think that's what differentiates Jordan from other countries. وقد توجت المسيرة الطبية في الأردن ب
باعتراف دولي بمكانته المتقدمة، وذلك بفوزه كأفضل مقصد للسياحة العلاجية عام 2014، كما تم انتخاب الأردن لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية في العام 2015. تلك قصة نجاح أردنية بامتياز بدأها وأسس لها الرعيل الأول من أطباء الأردن، وها نحن نحمل الراية على الطريق لتبقى عالية خفاقة ترفرف في مختلف المحافل الدولية. نسابق الزمن بخطوة تلو الخطوة إلى الأمام وإلى المستقبل.